للحديث عن مؤسسات المجتمع المدني الفاعله باختلاف صنوفها، واذا ذهبنا الى النوع الاجتماعي تحديدا الجندر ونتحدث عن تمكين المراه والمظله الكبيره من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميه الفاعله واتحاد المراه الاردنيه، لنتحدث بمحاور عديده عن الحوار الاجتماعي، التنميه المستدامه، ايضا بشكل اقليمي وباطار خارج ايضا الوطن بتشبيك عالي المستوى من خلال منظمات غير الحكوميه للتنميه المستدامه والحوار الاجتماعي بهذا الاتجاه ضيفتي الكريمه رئيسه اتحاد المراه الاردنيه السيده امنه الزعبي حاضره معنا بهذه الصباحات استاذ آمنة اسعد الله صباحك كل خير اسعد الله صباحك اخي مشهم واسمح لي ان اوجه يعني تحيه وصباح الخير أيضا لجميع الأخوات والإخوة المشاهدين وإلى تحية كبيرة إلى جميع النساء الأردنيات في مختلف المواقع المشاركات دائما بكفاءة واقتدار في بناء مسيرة هذا الوطن نعم. والساعيات إلى تحقيق العدالة والمساواة نعم. والعيش الكريم جميل بإذن شبراً. الله ونحن معكم ذاهبون بالتأكيد طبعا ودائما نتحرك نحن نناصر حقيقة المرأة بجميع القطاعات وأيضا بأن تكون لها الحقوق الكاملة التي تؤمن لها على المستوى الذهني وعلى المستوى المهني وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى النفسي الشعور بالعدالة الحقيقية من خلال العطاءات المختلفة التي تقدمها المرأة بكافة القطاعات قبل أن نذهب بشكل متخصص إلى دور تنمية المستدامة أو الحوار المجتمعي أو التشبيك الخارجي لا. أيضا بدي أتحدث عن اتحاد المرأة الأردنية يعني هذا الاتحاد العريق هذا الاتحاد الذي خرج ايضا قطاع نسوي ذا قيمه عاليه وايضا على خطى ثابته بمواقع مختلفه سواء على القطاع على مستوى القطاع الخاص، مستوى القطاع العام، مستوى المواقع القياديه ايضا بنفس الوقت ايضا قد يكون على مستوى الحرف ومستوى المشغولات ومستوى تعزيز المهارات لدى المراه، نتحدث من خلالك عن اتحاد المراه الاردنيه. نعم شكرا هو اتحاد المراه كل ما ذكرت وهو بالاضافه الى ذلك اقدم أقدم مؤسسة مجتمع مدني، ربما من أقدم المنظمات. إذا كنت موضوعية من أقدم المنظمات التي تأسست على ساحة الوطن منذ عام 1945، هو منظمة ديمقراطية شعبية نسوية تسعى إلى تحقيق المساواة. والعداله وتكافؤ الفرص والعيش الكريم للمواطنين جميعا هذه الشعارات حقيقه حقيقه يعني تبنتها الرائدات اللواتي اسسنا هذا الاتحاد ولا زلنا نعمق هذه الرؤيه وهذا الطموح عبر كثير من البرامج وعلى امتداد هذا الاتحاد ممتد في التاريخ وفي الجغرافيا ايضا يمتد على مساحه الوطن في كل المحافظات بمراكز وفروع فاعله لديها برامجها التنمويه الحقوقية التي تقدم الخدمات ليس فقط للنساء الأردنيات وإنما للمجتمع الأردني بكل فئاته وأطيافه هذا الاتحاد يعتمد على رؤيه نسويه مرجعيتها الدستور الاردني وحقوق جميل. الانسان وينفذ ويتمشى هذه الرؤيه من خلال برامج عديده تشمل المراه والطفل والاسره والمجتمع باكمله من حيث زياده الوعي من حيث التاثير في رسم السياسات والسعي جميل. بشكل جاد هذا حق لنا ان نشارك في رسم هذه السياسات من حيث تعزيز مسار التنميه والعداله في توزيع مكتسبات هذه التنمية إذا كان في مكتسبات نعم. على امتداد الوطن جميل. هذا هو دور الاتحاد وأيضاً من خلال شراكاته الواسعة جداً مع منظمات المجتمع المدني المحلي في إطار تنفيذ برامج مشتركة وتعزيز رؤى مشتركة لعملية جميل. التنمية وحقوق الإنسان ومن خلال شراكات إقليمية كما ذكرت من خلال والتي نعم شراكة الاتحاد في نعم. آه شبكات إقليمية شبكات إقليمية قبل أن أنتقل إلى هذا المحور من حيث انتهيت استاذي امنه الى العمل والتشبيك ايضا والانخراط بالعمل التنموي الذي يعنى بالقطاع النسوي او المجتمعات ككل المجتمع على مستوى المنطقه العربيه حقيقه هذه المؤسسه او هذا الاتحاد ضارب الجذور ومنذ تاسيس الدوله الاردنيه صحيح. كان وما زال وله بصمات واضحه على مستوى المجتمع والقطاع النسوي على وجه التحديد وانتم امتداد للرائدات كما تفضل منذ مطلع وبدايات تأسيس هذا الاتحاد وتكمل هذه الرسالة التي نحتذي بها وهو نموذج حقيقة لمؤسسات فاعلة قد تكون حديثة النشأة أن تحذو حذو اتحاد المرأة الأردنية بهذه النجاحات التي حق تم تحقيقها خلال العقود الماضية ننتقل الآن إلى إطار إقليمي إلى أيضا شراكات على مستوى عالي من خلال شبكة شبكات تعنى بهذه المؤسسات منظمات غير حكومية تعنى بالتنمية المستدامة تمكين المرأة الحوار الاجتماعي نتحدث من خلالك عن دور اتحاد المرأة الأردنية من خلال هذا الدور الإقليمي وهذه الشبكات للمنظمات غير الحكومية نعم صحيح كما ذكرت المجتمع المدني يفترض ويجب أن يكون له دور أساس في عملية التنمية ومساراتها وفي تعزيز حقوق الإنسان عبر جهود مشتركة لنواجه التحديات معا وكان الاتحاد من المبادرين إلى تأسيس كثير من الأطر التنسيقية على مستوى المنطقة العربية نعم. والبلدان العربية من أوائلها ربما الشبك العربي للمنظمات غير الحكومية للتنمية نحن كنا أعضاء مؤسسين تأسست هذه الشبكة في بداية التسعينيات من القرن نعم. الماضي من مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من مختلف البلدان العربية وهي تضم عدد كبير من هذه المنظمات التي توافقت وتفاهمت على ضرورة الانخراط بشكل فعلي ومؤثر في مسار التنمية وفي تعزيز قضايا حقوق الإنسان عبر رؤى حداثية متقدمة جميل. وعبر برامج ايضا تنفذ على مستوى اقليمي وهذه كانت هذه الشبكة هي اول اطار اقليمي عربي رائد في الانخراط في مسار جميل. التنمية المستدامة وفي تعزيز قضايا حقوق الانسان وفي انتاج المعرفة فيما يتعلق بالتنمية، وللشبكة محاور عمل رئيسية ربما اولها الانخراط في المسار التنميه بكل أبعاد وعلى مستوى جميل. وطني، على مستوى اقليمي، على آه. مستوى دولي ومن هون بتكون انخراط الشبكه في جميل. المحاور الدوليه في خطه التنمي التنميه المستدامه في, في اهداف الالفيه في في كل هذه القضايا ايضا للشبكه دور رائد في تعزيز الحوار الاوروبي العربي جميل. مع الاتحاد الأوروبي الثقافات نعم. أيضا بنفسه. والتأثير في السياسات لصالح مم. فهم أولويات هذه المنطقة فهم أولويات الشعوب وبناء السياسات بناء على ما تحتاجه هذه الشعوب وخصوصياتها وبناء على جميل. احترام جميل. حقوق الشعوب في هذه المنطقة واحترام المنطقة ومصالحها جميل. أيضا الحوار مع البنك الأوروبي في سياساته التي يعني تكبد الشعوب الكثير من الاستحقاقات التنمية يعني تعرقل العملية التنمية في المنطقة على سبيل العربية لا. ترجع في كثير من أسبابها إلى سياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي على مستوى الإقليم نعم على مستوى إقليمي لا. وأيضا في حوار جاد لا. حول تاثير في السياسات ونقل جميل. رؤيه الشعوب ومدى تأثرها. هذا يدلل ومن خلال حديثك على مدى النوعيه التي تذهب بها المراه اذا تحدثنا عن النوع الاجتماعي معم. ليس فقط بجانب مختصر لا نتحدث عن تاثير سياسات نتحدث عن خطط اقتصاديه معم. مدى المؤسسات الدوليه سواء الجهات المانحه صندوق النقد الدولي على سبيل المثال مناقشه هذه السياسات معم. هذا يدلل بشكل مباشر ان المراه الاردنيه على وجه التحديد هي فاعلة وهي كذلك ومن خلال اتحاد المرأة الأردنية الذي يضم كوكبة من القطاع النسوي بمختلف المشارب الفكرية إن صح التأكيد. الوصف أو القول أذهب الآن ومن خلال الشبكة والتنظيم أيضا العالي المستوى إلى محور أخير لدينا التنمية المستدامة الحوار الاجتماعي تمكين المرأة من خلال اتحاد المرأة الأردنية بالتأكيد كنت سأضيف نقطة واحدة فقط فيما يتعلق بالشبكة موضوع إنتاج المعرفة هو ملف هام جدا يقوم على تقديم التقارير المبنية على البحوث والرصد حول ما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية وكان للشبكة إنتاج معرفي في تقارير دورية تصدر وأتمنى أنها تعمم حول الحق في العمل الحق في التعليم الحق في في المعرفة الحق في السيادة على الغذاء الآن هو محور التقرير التي تعكف الشبكة على إعداده أيضا العام الماضي كان في تقرير حول العمل غير المنظم أو غير المهيكل جميل. على مستوى المنطقة العربية برمتها وكان لنا دور في إعداد هذا التقرير جميل. أهم القضايا التي نعمل عليها الآن مع الشبكة هو موضوع خطه التنميه 2030 خصوصا بعد هذا حديثا الان نعم. نتحدث الان ما هو قادم اتحاد المرأة الاردنيه نعم هو هاي الخطه خصوصا بعد الاخفاق المريع في تحقيق اهداف الالفيه وخصوصا في ما هي لن اذهب الى الاسباب لكن بشكل أه. سريع أه. يعني كان بقى. واحد من اهم الاهداف هو تخصيص الفقر بحلول عام 2015 الى ان الى نسبه النصف تقريبا ونحن نرى بان نسبه الفقر زادت اضعاف ذلك صح. آه في كثير من الاهداف اللي نصت عليها الاهداف الالفيه الثمانية لم تتحقق كما يجب ليس على صعيد الاردن فقط انما على وكانت هاي الخطه لدول النامية حقيقه لدول النامية. مش لكل العالم نعم. اما بسبب التمويل اما بسبب عدم وجود إيرادات سياسيه كافيه اما بسبب الظروف المحيطه آه في الاقليم وكل هذه القضايا هي ظروف مجتمع نعم, آه يعني نعم. آه الان خطه 2030 30 20 30 نعم. هي الخطه موجهه لكل العالم الصراحه وتحتوي على 17 هدف وربما 169 غايه وفي كمان عدد هائل من المؤشرات وهي خطه عالميه المفروض ان ينخرط المجتمع الدولي كله في تنفيذ هذا المسار التنمية في خلال هذه الحقبة الزمنية نأمل ذلك والأردن اشتغل كحكومة على هذه الخطة والعمل فيها كان سابق حتى من عام 2012 ولغايه الان مرت بمسارات مختلفه لا مجال الان لذكرها عملت الحكومه عمل المجتمع المدني نعم انخرطنا في التحضير في هذه الخطه وعملنا بشكل موازي على المستوى المحلي على مستوى اقليمي مع جامعه الدول العربيه ايضا جميل. كان في مسار موازي للمجتمع المدني وكان لنا في اتحاد المراه والمجتمع المدني الاردني دور بارز في رؤيتنا في ايضا العمل على انتزاع الشراكة لابد لان هذه الخطة تستلزم شراكة وتوزيع مسؤوليات من هنا نظرنا للموضوع على قاعدة الحوار نظرنا الموضوع من منظور الحوار الاجتماعي ونحن الآن نتحدث كثيرا عن الحوار الاجتماعي نعم هو في إقرار نظري بالحوار لكن ليس هناك آليات وأدوات تعمق هذا الحوار وبأي اتجاه ومن أي رؤية <applause> نحن في المجتمع المدني عامة وخصوصا في اتحاد المرأة الأردنية نرى أن الحوار الوطني هو ركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية وهذا ما نصبوا إليه نعم أستاذ آمنة والشراكة. وأنتم أيضا ما تذهبوا إليه وحقيقة قبل الختام بهذه الإضاءة الصباحية أقول لكم أن المرأة والرجل لن يقبلوا بأقل مما تفضلت به من خلال هذا الأداء المتعلق باتحاد المرأة الأردنية هذه المؤسسة التي تعنى بالقطاع النسوي والمجتمع أيضا بنفس الوقت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية السيدة آمنة الزعبي كل الشكر لك بهذه الصباحات الطيبة بشكل, سريع. بشكل, آه. سريع, بشكل قبل. سريع يعني مخرجات هذه الورش نعم. التي أقمناه لتكريس الحوار الاجتماعي نعم. بين أطياف المجتمع المدني وبين الحكومة أيضا وصلنا إلى خلاصة إنه هذه الخطة بأهدافها هي حق من حقوق الإنسان نعم. لا يمكن اعتبارها غير ذلك جميل آه لابد من الشراكة الحوار الوطني يستلزم الشراكة صحيح. الحقيقية وتقاسم المسؤوليات صحيح. بين المجتمع المدني والحكومة وهذا يستلزم أن تنظر الحكومة إلى المجتمع المدني كشريك حقيقي فاعل وقوي وتزيل كافة العراقيل. وحقيقة العراقي من باب الإنصاف تزيل حكومة, كافة العراقي حكومة العراقي الدكتور هاني حتى جادة, جادة بالانخراط نعم. وهي كذلك مع مؤسسات المجتمع فمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميه وهذا ملموس ومتابع لكن نحن ايضا نطمح بالمزيد كما تفضلتي وباذن الله لنبقى متفائلون بهذا الاتجاه هي الاساس باذن الله تعالى نحن مستمرون معكم نعم. ايضا بتسليط الضوء على انجازاتكم وعلى نشاطاتكم المثمره والخيره باتحاد المراه الاردنيه سيده أن الزعبي كل الشكر لك